أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا شيخ، إذا قرأ الإمام سورة وذكر بهذه الآية الجنة أو النار، وتعوذ المأموم من النار وسأل الله الجنة في صلاة الفرض، هل ذلك جائز برفع الصوت قليلا؟ هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في النافلة. بعض العلماء يقول يجوز في الفرض، لأن ما جاز في النفل جاز في الفرض، والجمهور على أن هذا خاص بالنفل، أن هذا خاص بصلاة النافلة، لأنه لم يرد أن الرسول فعله في الفريضة. نعم.